أهلا بكم مجددا زملائي في الفقرة الأخيرة والتي بعنوان مشكلة وحل تربوي. أولا أشكر تفاعلكم الذي أبديتموه حول المحاضرة السابقة. كانت المشكلة في سؤال كالتالي: صفي يتكون من 70 طالبا، كيف أقوم بهذه المهارات التربوية والطرق الحديثة في التدريس في ظل هذا التكدس الكبير في صفي؟ أخي المعلم، هناك بعض الأمور لا بد أن نناقشها معا. أولا، هناك فرق بين أن تجهل المعلومات التربوية، وهناك فرق بين أن تعرفها وليست هناك فرصة أن تطبقها. هذا أول شيء. إذن لا بد أن نتعرف هذه المهارات، وقدر المستطاع نقوم بتطبيقها معا داخل صفوفنا. الشيء الثاني، وهو هناك ما يسمى بالتعلم التعاوني. التعلم التعاوني هو حل لمثل هذه المشكلات، وباختصار تقسم الصف إلى مجموعات عمل. هذه المجموعات تقوم ببعض المهام تساعدك في التدريس. في الحقيقة سنفرد محاضرة لعرض طرق التدريس الحديثة، ومنها التعلم التعاوني. كذلك المهام، هناك بعض المهام لابد أن تعطيها للطلاب يؤدونها في البيت. كذلك هناك ما يعرف بالصف المعكوس، وهو أن تسجل دروسك كما أسجل الآن، وهذه الدروس تعطيها للطلاب، فالتقنيات أصبحت في كل مكان ويعيد الاستماع إلى هذه الدروس في البيت، ويكون صفك محل للنقاش حول الأسئلة والتدريبات. كذلك هناك حلول أخرى، وهي توظيف هذه المهارات بطريقة ذكية، بحيث تستطيع أن توظف التعزيز. فما علاقة التعزيز بالعدد الكبير؟ يمكنك أن تعزز مثلا أحد الطلاب أو بعضهم في ظل هذا العدد، يمكنك أن تمهد للجميع. إذن أريد أن أقول بالطبع هناك مشكلة هي كثافة الصفوف، ولكن لابد علينا نحن المعلمين أن نكون أذكياء في التعامل مع المشكلة، أن نستطيع التصرف، أن نستطيع إعطاء الحقوق. سؤال اليوم أو مشكلة اليوم: لدي في صفي طلاب متفوقون وطلاب ضعفاء، كيف أوازن بينهما؟ إن مشيت في ركب الطالب الضعيف أهمل الطالب المتفوق الدرس ومل منه، وإن مشيت في ركب الطالب المتفوق ضاع مني هذا الطالب الضعيف، ماذا أفعل؟ أنتظر اقتراحاتكم وتعليقاتكم إن شاء الله تعالى، وفي المحاضرة القادمة نجيب تربويا عن هذا السؤال. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.